السلام عليكم، مساء الخير عليكم إخواني أخواتي متابعي قناة التحدي للتقنيات. إبراهيم يحييكم، إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله رايحين نشرح خاصية وليس التطبيق على هاتف الأندرويد، خاصة الأندرويد 9 فما فوق. هذه الخاصية اسمها les applications clonées، يعني التطبيقات المنسوخة. هاد التطبيقات اللي قدروا ننسخوهم ويساعدونا بزاف، خاصة اللي عنده شريحتين في هاتفه النقال، يعني كل شريحة من متعامل خاص يقدر يدير أبليكاسيون خاص بالجميع وأبليكاسيون خاص بالعائلة ولا خاصة بالعمل على حسب الاختيار. كاينين على حسب الهاتف، كما الهاتف اللي راح ندير له الشرح اليوم هو هاتف ريدمي ولا شاومي. كاينين سامسونج فيهم نفس الخاصية لكن طريقة تختلف قليلا فقط، يقدروا يروحوا بارامتر ريشيرش يديروا ابليكاسيون كلوني يلقاوها. حنا رايحين نروحوا نافيغاسيون بارامتر 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 ميزا جور ايتا كار وي بلو كونيك افيت سون اي نوت ايكران فون ديك تيم مو دو باس اس با ابلي هنايا ابلي نروحوا ابلي ابلي بارامتر دي ابليكاسيون سيستيم هنايا بارامتر جيري لي ابليكاسيون ابليكاسيون كلوني هنايا ندخلوا ابليكاسيون كلوني نلقاو جميع التطبيقات اللي نقدروا ننسخوهم. حنايا واش يهمنا تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك كازا كوشي كازا كوشي نون فيسبوك ابليكاسيون كلوني ابليكاسيون كلوني يعني الناس تما خلاص ميسنجي كازا كوشي كازا كوشي arrêtez l'enregistrement ميسنجي كازا كوشي نون كوشي واتساب بي كازا كوشي نون كوشي واتساب بي كازا كوشي نون كوشي ميسنجي كازا كوشي نون كوشي نديرو كوشي WhatsApp app case à cocher non coché messenger case à cocher non coché case à cocher non المهم هنايا نقدروا هكذا درنا لهم النسخ. كاين تطبيقات اخرى كليك دي الجزار ان فيزيون اي كازا كوشي نون كوشي هادي نون كوشي نقدروا نكوشي كازا كوشي نون كوشي كوش ان فيزيون اي كازا كوشي كوشي ان فيزيون عندي مثبته مفعله نقدر نعاود ندير واحده جديده يولي عندي دو اون فيزيون مثلا. هذه نسحقوها في شرح التطبيقات. مثلا تكون عندك تطبيقين، تطبيق حبيت دير له الشرح دير له ابليكاسيون كلوني دير له النسخ تشرح في الغير المشتغل ومن بعد تروح للمشتغل. هذه طريقه مثلا على سبيل المثال. نخرجوا منا بارامتر لانسور دابليكاسيون نافيغاسيون ريشيرش جوجل باج 2 باج 3 3 ابليكاسيون Facebook, WhatsApp, WhatsApp, en vision, oui. En vision. WhatsApp. اليوم در الشرح نتاعنا على الواتساب. نديرو دفترتين. أنا عندي واتساب سيم 1. WhatsApp. راح نزيد واتساب لسيم 2. Bienvenue sur WhatsApp. Bienvenue, كلمة ترحيبية نروحو حتى. Accepter, continuer. Un degré de téléphone. Affichage de clavier téléphonique. Un degré de téléphone. يعني رقم هاتف تليفون هو نورمالمون نيميرو دو تليفون. Un degré هو اختصار ل un نيميرو ولا رقم والصفر اللي يجي من الفوق هذاك هو قراتو degré درجة. WhatsApp va envoyer un message SMS pour vérifier votre numéro de téléphone. Quel est mon numéro? يعني هنا واش راهي تقول؟ راهي تقول لك واتساب راح يبعث لك ميساج التثبت من رقم الهاتف، الا نسيت رقم الهاتف نتاعك اضغط على كالي مون نيميرو ما هو رقمي، وكي تضغط على هاد الخاصيه ولا الميزه راح الواتساب يخرج رقم الهاتف من كارت سيم نتاعك اوتوماتيكيا. كالي مون نيميرو الجيري الجيري حنايا نخيروا البلد الجزائر، ما نقدروش نبدلوا البلد لانه راح يعطينا لانديكاتيف ولا رقم البلد الرقم ما نعرفش اسمه
اسونسيال انديكاتيف هذاك الرقم الخاص بالبلد، مثال الجزائر زائد 213، تونس زائد 216، المغرب زائد 212، مصر زائد 201 الى اخره. هنا يخير الجزائر 213 كما سمعتوا. Les frais d'opérateur pour les SMS peuvent s'appliquer. Les frais des opérateurs pour les SMS peuvent s'appliquer. يقدر يحسب لك حق الميساج. هنا عطلنا باش نكتبوا رقم الهاتف، مادام هو دار زائد 213 يعني راح نكتبوا رقم الهاتف من غير صفر، يعني الى عندك رقم يبدا بالصفر 6 راح نديروا 6 فما فوق، الى كان يبدا بصفر 7 نبداو 7 فما فوق، الى كان يبدا بخمسة نديروا 5 فما فوق، راح انا يبدا بسبعة راح ندير 07 ندير ديريكت 7 suivant des frais d'opérateur 792 02 018 18 supprimer 792 02 041 80 80 792 02 010. Voilà, هكذا راه صحيح. Suivant. Connexion. Connexion. اتصال. ونستناو راح يبعث لنا ميساج ولا WhatsApp. قبل. Nous allons vérifier le numéro de téléphone plus 213 792 02 010. Est-ce correct? Ou voulez-vous modifier le numéro? ولا يسأل إذا كان هذا رقم هاتفك اضغط على OK، إذا كان خط خاطئ اضغط على موديفي. موديفي اوكي. ندير اوكي. 7-2-4-1-2-4-1-2-4-1-2-4-1-2-4-1. افيشاج دو كلافيي تيليفونيك. راح يبعث لنا رساله للتثبت، نستناو شويه. Impossible d'envoyer le SMS contenant votre code car vous avez récemment tenté d'inscrire plus 213-792-02-04-10. Veuillez demander un appel ou patienter avant de demander un SMS. Numéro incorrect. Saisissez le code à renvoyer le SMS dans 7 heures indisponible. Appelez-moi. Demande d'appel. Tiret demi quadrat, un tiret demi quadrat, un tiret demi quadrat, un tiret demi quadrat, un tiret plus 1 650. Télé-appel via Chelsea plus 1 650 667 7437 California. Balayez l'écran avec deux doigts vers le haut pour répondre. Refusez l'appel. Clavier téléphonique masqué. راح نديرو الرقم هذاك. ترانسبور ايريان تيري دومي كادرات تيري دومي كادرات 4 1 تيري دو 6 6 تيري دومي كادرات 0 163 163 0 5 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
ندير مثلا افيشاج دو كلافيي فرونسي ج ماجوسكول ب ماجوسكول ب ماجوسكول ار بي ار ا برا اش برا برا ي يو اي براي ال ام ابراهيم ابراهيم اسباس اسباس ج دي ماجوسكول دي ماجوسكول ج اي يو ج ك ج دي ج ار ا ج زد ج زد ج ي ج زي مثلا suivant suivant initialisation clavier français France AZERTY masqué initialisation veuillez patienter قالك انتظر حتى يتم WhatsApp PP هكذا normalement كملت نروحو هنا batterie 67% plus d'options plus d'options اعدادات اخرى ولا واش نلقاو فيها nouveau groupe يعني مجموعه جديده nouvelle diffusion nouvelle diffusion ارسال جديد ولا بث جديد واتساب بي ويب واتساب ويب هذا فيه خاصيه هي كود كيو يعني سكانير لو كود كيو سكاني لو كود كيو هذا لو كود بار تقدر تبعثه لصاحبك يدخل به بلا ما تعطي له رقم الهاتف هذا هي خاصيه جديده واتساب بي بعد نشوف واحد بلو دوبسيون d'options à l'ombre nouveau groupe nouvelle diffusion WhatsApp PP web message important message important رسائل الهامه paramètres اللي تقدر تحافظ عليها مثلا كي يبعث لك واحد رساله تكليكي عليها ضغطتين ثانيه مطوله بالي تروح اوتر اوبسيون دير لها important يعني مهمه كي تسحقها تبحث عليها تسيبها message important paramètres اعدادات paramètres اعدادات واش فيها vous Brahim Jazzy Eder I'm using WhatsApp PP compte confidentialité sécurité changer nom compte confident discussion thème fond d'écran historique des discussions هذا ندخلو فيها discussion discussion affichage affichage واش فيها thème clair فيها thème thème choisissez un thème خلفيه مضاءه حنايا راح نديروها sombre choisissez un thème clair coché clair coché هذه هي مضاءة sombre non coché sombre نديرو coché coché يعني عاتمة ولا قاتمة OK لحفاظ على الباتري ولا البطارية هكذا تبدلي للأسود revenir en haut de la page thème sombre thème sombre خلاص هذه تبدل fond d'écran fond d'écran هنايا ندخلو فيها fond d'écran خلفية fond d'écran تقدر دير فيها fond d'écran aucun fond d'écran aucun fond d'écran يقعد أسود galerie غاليري الى حبيت تروح الى الغاليري باش تدير صوره من عندك كولور كولور ملون بيبليوتيك دو فون ديكران بيبليوتيك دو فون ديكران يعني مكتبه الخلفيات كل واحد واش يحب انا نخليها سوداء معليش ديسكوسيون فون ديك بارامتر دي ديسكوسيون بارامتر دو ديسكوسيون يعني اعدادات المحادثه Entrée pour envoyer la touche Entrée enverra votre message. Entrée pour envoyer. يعني في لوحة المفاتيح كي تكتب ميساج عادة كي دير Entrée ولا OK ولا Suivant على حسب المكان هنايا في الواتساب كي دير بوتون OK يخرج لك السطر التالي انت كي دير هنايا مثلا Activer تولي Entrée معناتها أرسل انا ندير هذه Désactiver من بعد ندير لها الشرح Visibilité des médias affichés, les médias récemment téléchargés dans la galerie de votre téléphone. Visibilité des médias, هذه الى حبيت الصور والفيديوهات التي تاتيك عبر الواتساب تخرج لك في الغاليري دير لها اكتيفي الى حبيت ما تخرج لكش في الغاليري خليها ديزاكتيفي. Visibilité des médias oui activé. Taille de la police moyenne. Taille de la police يعني خاصه بالكتابه يكون كتابه كبيره ولا صغيره. Langue de l'application, langue du téléphone, langue français. Langue de l'application, لغات البرنامج كان عربية ولا فرنسية كما حبيت. Sauvegarde discussion. Sauvegarde, هذه شفناها تخزين. Historique des revenir en haut de la page. نخرجوا منها. Paramètres. Compte confidentiel. Discussion des notifications, messages, groupe et sonnerie. Notification ولا نسيت واش نقولوا لها. دي نوتيفيكاسيون اللي تجي لنا الفوق. إشعارات فوالا. اشعارات خاصه بالكونتاكت والجروب الى اخره utilisation données et stockage utilisation réseau téléchargement auto utilisation des données et réseau يعني كيفيه تخزين ما ياتيك عبر الواتساب
هل تريد تخزينه باستعمال الويفي أو باستعمال نت شريحة. ندخل فيها. Utilisation données et stockage. Utilisation du réseau 53 Go envoyé. Utilisation du stockage 0 Go. Télécharge auto des médias. Télécharger auto des médias. التحميل الذاتي للميديا. الميديا واش يقصد بها؟ الصور، الصوتيات، الفيديوهات إلى آخره. En utilisant données mobiles photo. En utilisant l'استعمال انترنت شريحة. ندخل هنا. En utilisant données mobiles. يعطيك الخيارات. En utilisant données mobiles. Photo cochée. Photo cochée. أنا ما حبيتش نحمل فوتوات. نديرو نو كوشي. Audio non coché. Audio, صوتيات, non coché, ما نحملهاش. Vidéo non coché. Vidéo non coché, ما نحملهاش. Document non coché. Document, أنا نديرها coché. يعني التطبيقات اللي تجيك من الواتساب إلى آخره. ندير أوكي. Utilisation données et stockage. يعني نقدر نحمل تطبيقات فقط عن طريق إنترنت الشريحة. En connexion Wi-Fi tous les médias. عن طريق شبكة الويفي. En connexion Wi-Fi. Photo coché. Photo coché. صور coché. أنا ما حبيتش نركز. Non coché. Audio coché. Audio. صوتيات coché. ما عليش نخليها. Vidéo coché. Vidéo coché. Non coché. نديرو non coché. Document coché. Document coché. نخليها coché. يعني هذا التحميل تلقائي بلا ما يسقسيك. يعني واحد إذا بعث لك صورة ولا فيديو ولا مقطع صوتي ولا تطبيق إذا كوشيتهم كاع راح يتحملوا أوتوماتيكيا. إذا ما كوشيتهمش كاع راح يتحمل معنا كما هنايا فيديو نون كوشي. فيديو نون كوشي ما يتحملش. فوتو نون كوشي. اوديو كوشي. اوديو كوشي. صوتيات. دوكيمون كوشي. دوكيمون كوشي. ندير اوكي. يوتيليزاسيون دوني اي ستوكاج ليك. كل واحد والخيارات نتاعو. اون ايتينيرونس اوكان ميديا. اون كونيكسيون ويفي اوديو. دوكيمون. بارامتر دابيل. بارامتر دابيل. هنايا خاص بي يوتيليزاسيون ريدويت دي دوني ريدوير لي دوني لور دان ابيل نون ديزاكتيفي. هنايا paramètres utilisation réduite des données réduire les données lors d'un appel non désactivé. هذا ينقص لك مكالمات الهاتفية عندما تكون تتصفى عن طريق نت الشريحة. paramètres WhatsApp. نروحو. Nouveau discussion. Nouveau discussion. WhatsApp. مثلاً دير اتصال. Revenir en contact select 149 compte recherché. دير recherché. Rechercher. Affichage du clavier français. R. R. A. Ra. M. Ram. E. Z. Ranz. I. Ranzi. Ramzi. Ranzi, salut. J'utilise WhatsApp tapé message. Clavier français. France. Azerty. Masqué. Tapé message. Affichage du clavier français. France. Azerty. Mathalan, rah nibat lou message. Mathalan, ktb lou. Salam. Z majuscule. S majuscule. S ma. A. Sa. L. Sal. A. Sala. M. Salam. Entrée. Entrée. Qui m'a smarto entrée? Allez, il y a. Bouton emoji. Les alternatives sont ignorées. Affichage de fichier GIF. Salam. 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 Gâteau ou achage GIF. De fraîche Prince au Bel Air Will Smith GIF. Salam. Salam. Envoyé. هذا مازال ما تبعتش. هو راه يسأل هل أبعت ولا لا. نديرو أونفاي. Affichage du clavier français France Azerty. هيدا. Salam 22h24 distribué. Salam distribué معناتها بعثة. دونك نعرف. Salam 22h WhatsApp. Clavier français France appel. Plus d'options. Plus d'options. نخرجوا من هنايا. نروحوا. Paramètres. 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 هذا ماشي. WhatsApp. Rajouter plus d'options. Plus d'options. Paramètres. Message important. Paramètres. Message paramètres. 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 Compte confidentiel. Discussion thème. Discussion. Discussion. Entrée pour envoyer la touche entrée enverra votre message. Activé. Paramètres. WhatsApp. Rends-y 22h20. Tapez message. Tapez message. Affichage du clavier franc. S majuscule. X majuscule. C majuscule. C majuscule. O. Compagnie. Com. M com. A. Coma. T. Commande. Commande. T. Commande. Commander. Com. Coma. T. H. N. Comment. Commande. 2. Espace. Espace. Commande. Shift. Q. S. D. D. Z. A. Z. E. 2.
commande espace, espace 2 مثلا application application مثلا نروحو هنايا envoyer كي ندير هنا entry قبل كانت entry كي درناها activer affichage de fichier gif de type ohh gif masqué envoyer commande de appli affichage du clavier envoyer envoyer affichage du clavier français France direct clavier français France azerty masqué donc نجربو تسجيل صوتي enregistreur de notes vocales WhatsApp permettra WhatsApp d'enregistrer des comptes permettra WhatsApp de refuser autoriser taper message التسجيل كاين طريقتين كاين طريقه تشد صبعك وتهضر حتى تكمل ومن بعد غير ترفد صبعك يروح ديريكت مثلا السلام عليكم خويا رمزي تسمح لنا بزاف رانا نجربو فيك هكذا ميساج فوكال 4 سكوند 22h26 كاين طريقه ثانيه نديرو مثلا السلام عليكم خويا رمزي تسمح لنا بزاف رانا نجربو فيك Niveau de barre de progression 0%. Enregistreur de notes vocales. Enregistreur de notes vocales. Les messages envoyés. Enregistreur de notes vocales. Salam alaikum. خويا رمزي جيك في الصبر. الله غالب. تحملنا شوية. رانا نجربو فيك. ومن بعد خلصنا حق البيبليسيتي. نديرو ضغطتين. يروح الميساج. في الطريقة الثانية هي أحسن من الأولى. الأولى. كي دير ضغطتين ومن بعد تتكلم كي تكمل يروح الميساج ما تقدرش تراقب الرساله الصوتيه نتاعك اما في الطريقه الثانيه كي دير ضغطتين في الثانيه طلع للفوق تقدر تدير مراقبه الرساله الصوتيه وذلك بالضغط على زر الاقفال بوتون دو فيرويياج تكليكي عليه يتفيروي التليفون ومن بعد تعاود ديفيروي كي ديفيرويه تلقى ثلاث خيارات ابوندوني ايكوتي اونفوي انت الى حبيت مثلا كنت تهضر وحسيت روحك باللي ما بعتش ما قلتش الميساج اكزاكتومون تفيرويه دير له ايكوتي كي دير ايكوتي تعاود الاستماع الى الرساله الصوتيه نتاعك الى صبتها مليحه دير اونفوي الى صبتها ما عجبتكش دير ابوندوني وعاود الرساله الصوتيه هذه الطريقتين ان شاء الله يكونوا نافعين كاين اللي يعرفهم كاين اللي ما يعرفهمش هكذا ان شاء الله نكونوا استوفينا شرح طريقه استخراج ولا استنساخ تطبيقات الهاتف مثبته على الهاتف وشرح الواتساب ان شاء الله نكون وفيت وكفيت واللي عنده سؤال يقدر يكتبه في الكومنتار لان بانتقاداتكم نتحسن الى عجبك السوجي ما تنساش دير جام وابوني فلاشان باش يجيك جديد ان شاء الله والى الملتقى ان شاء الله في الحصه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم